خلاف البداية نقول إنها طبعا أكيد مباراة صعبة ونتيجة صعبة جدا يعني في للنادي الأهلي، حاجة مش متوقعة تماما، ولكن الإجهاد اللي فيه النادي الأهلي إن أنت تطلع مباراة كبيرة زي مباراة الزمالك وبعديها فوز متأخر في مباراة الاتحاد. أنا ما شفتش المباراة أكيد، عشان كان عندنا المباراة كان في نفس التوقيت، فلما الواحد سمع النتيجة مش عايز الواحد يتأثر جدا، يعني إن أنت تقدر ترجع للمباراة. هو كل شيء في الكوره جايز، مفيش حاجه مستحيله في الكوره، زي ما دخل 5 اجوان تقدر تجيب 5 اجوان، وبنشوف دايما الفرق الكبيره تقدر ترجع، يعني مع ضغط الماتشات والضغط اللي فيه النادي الاهلي والضغط العصبي اللي فيه النادي الاهلي مش عارف هل تقدر ترجع ولا لا، ولكن نتيجه كبيره والنتيجه صعبه على النادي الاهلي، يعني نتيجه صعبه جدا على 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 اسم النادي الاهلي. واتمنى النادي الاهلي يقدر بلاعيبته برجالته الموجودين تقدر ترجع للمباراه وتتعامل مع المباراه هنا بهدوء اكتر، وتبقى عارف ان انت عايز تكسب وما تكونش مستعجل تفكر في 5 واحنا لسه ما جبناش الجول الاولاني، وتبص لنفسك بتتاخر مره تانية. اي سيناريو انت بتتكلم فيه بيكون سيناريو يعني في خطوره، يعني انت اولا لازم تروح للمباراه وانت متخيل ان 0-0، انت رايح للمكسب، بس تخش في المباراه بهدوء، تيجي جوه المباراه النتيجه، تيجي جوه المباراه الدوافع تبقى من قبل المباراه التحضير واثناء المباراه. السيناريو معروف ان انت عايز تعوض الخمسه، لكن ما ينفعش من اول ثانيه ان انت نازل تجازف، خاصه الفرقه الثانيه عنده سيناريو سهل جدا ان يقف يدافع ويلعب على الهجمات المرتده، واكيد عنده سرعات يقدر يشتغل عليها. التهديف او الاهداف وتويتات الاجوان كمان ليها عامل مهم جدا. اهم شيء بس الصوره نفسها اللي اتخذت، ان انت برضو يبقى في تفكيرنا ان انت لازم تعوض الصوره اللي حصلت في المباراه، والناس تبقى عارفه، واكيد هي الناس عارفه ان النادي الاهلي ما كانش في يومه، والنادي الاهلي النهارده مش كوره مش متوقعه، النادي الاهلي خسر 5-0، النتيجه مش متوقعه تماما في اي سير في اي مباراه. تقدر ترجع، اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع بهدوء وبحماس، ورجاله النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يرجع باذن الله. اي هزيمه ليها تاثير، مش ما بالك كمان النتيجه صعبه يعني، وانت لسه عندك مباراه عوده وعندك مباراه كبيره ما بين المباراتين، يعني بعد يومين هتبص لنفسك بتلعب فرقه كبيره، فريق مقصه، اكيد هيكون ليها تاثير. فصعب انت برضو بتنافس على كل البطولات اللي انت بتشارك فيها، سواء دوري او كاس او بطوله افريقيا، فليك حسابات، واحنا شفنا الفترة الأخيرة أنت بتلعب على الحسابات. في مباراة الاتحاد أنت مريح مش أقل من 6-7 لعيبة عشان تقدر تجاري ال 72 ساعة مباراة، والمباراة كلها صعبة، والكلام ده في النادي الأهلي من بدري، النادي الأهلي كان عنده بمشاكل كتير من بدري، اتحل جزء كبير منها في يناير في التدعيمات، في يناير اتحل جزء كبير منها بعد عودة اللعيبة المصابين. الهزيمة مش في وقتها بصراحة، يعني الهزيمة مش ده تويتها خالص، رغم ان هي كمان هزيمة صعبة، يعني مش 1 أو 2 اقول لك تقدر ان انت هنا ترجع تعوض وتكسب 3 أو 4، نتيجة 5 نتيجة كبيرة، ما النادي الاهلي مش هو اللي يخسر 5-0، ولكن هي دي الكورة، لازم نتعلم من الدروس، ولازم نتعلم، مش عيب حتى لو كان النادي الاهلي، لازم نتعلم من اخطائنا ونتعلم من مشاكلنا. اتمنى التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي، الجهاز الفني واللعيبه يقدروا ان شاء الله يرجع له المباراه مره تانية. قدرت اهلا وسهلا، ما قدرتش لازم يبقى عندك تركيز في مباراه الدوري.